السلام عليكم، هل بالقرآن نقص؟ وإذا لم يكن بالقرآن نقص، فأين الآية التي تقول والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله؟ هذه الآية نسخت تلاوة لا حكما، والنسخ عندنا أنواع. أولا نسخ التلاوة والحكم كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والثاني نسخ الحكم دون التلاوة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد كان يجوز لهم أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك بتحريم كل مسكر وبتحريم الخمر بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والثالث نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فحكمها موجود ولكن نسخت تلاوتها فهي ليست موجودة في المصحف. وإذا قلت بعد كل هذا بأن بالقرآن نقص فهذا يجرك مرغما إلى أن تقول على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأمثالها من الآيات التي نسخت حكما لا تلاوة بأنها زائدة وليست من القرآن، واعلم أن من أنكر آية من القرآن فقد خرج من الملة.